سامي بن يونس 26 سنة، نشاب تونسي حامل إعاقة بصرية منذ 6 سنوات، درست حقوق وناشط حقوقي. فما شانجمون كبير سي سيغ معناها يصير، فما تغيير جذري يصير، أن شخص يكون في وضعية معينة وتتبدل من الوضعية هذيك، فحاجة أكيدة أنه من المحيط باش يتبدل، الأشخاص المقربين باش يتبدلوا، نجم تخلق حاجات أخرى في حياتك باش تنجم تتأقلم بها، معناها فما شانجمون توتال، معناها فما تغيير جذري معناها في حياتك، معناها 180 درجة معناها. تكثر معاناتك، تولي بالحق معاناة يومية، تولي جهاد يومي، مش دراما اللي نحكي لك فيه، لكن هذه الحاجة معرفتها كان كي أنا ويت نعيش في وسطها، معناها لأنه ما تخرج من دارك في وسائل النقل، وإلا في نظرة العباد ليك، وإلا في الناس باش تساعدك، والا شكون يحب يمشي يغشك ولا حاجه، دونك تحسها معاناه كامله، معناها ملي تقوم تروح في الليل معناها. هو تاريخ ما يتنساش، معناها 12 مارس 2010. بون الله يعيد ولا حتى حد احنا نقوله، لكن بالحق من يوم اسود، نفس نجم نقول عنه انه هو يوم اسود معناها، لانه ما كانتش حاجه منها متوقعه، ما كانتش فما عوارض منها جاتني من قبل. اوكي نعرف لي عندي مرض منها في عينيا، لكن ما جاتنيش حتى عوارض او منها حاجات جانبيه اللي تنجم انا تاهلني وتاهلني نفسيتي انه مش نكون حتى منها متوقع الحكايه هذيك. 11 مارس 2010 قطت على روحي في الليل، تفرجت فيلم ورقدت تفرشي. 12 مارس من الصباح، من 7 متاع الصباح فقط نذكرها كيما تو، ما لقيتش الكلمة باش نعبر لك الحقيقة، انه يوم اسود ما فماش كلمة اخرى نجم نعبر لك بها الحقيقة. اثناش مارس 2010 كيما قلت لك فقط 7 متاع الصباح، انا قلت لك ملي كرو انه مازلت من الدنيا ظلام، انا ما استوعبتش الموقف، لكن بعد تمام انا لقيت انه صاي دخلت من في الشطر الاخر نتاع حياتي اللي انا نسنى فيه، خاطر من صغرتي فتكم بالحديث، من صغرتي جافي لانفورماسيون نمشي جي نهار نولي فيه ما عادش نراه، لكن ديما نقول انه فما امل وفما مش في نهار هذاك، لكن نهارتها هو كان اليوم موعود، قال يرحمه، فهمت. دونك كان يوم حزين، معناها في برشا احاسيس خايبه، فما دي فلاش معناها نتاع صغري تاع دي ونتاع برشا حاجات يمكن نتحرم من نهار اخر ما عادش نرجع نشوفهم، تصاوري البسكليت نتاعي، الجاردروب نتاعي، مرايتي، وقفتي قدام المراية على الصباح، برشا حاجات معناها كان يوم خايب برشا، وحتى ليامي بعده الكل معناها بخاطيكم شهر كامل كان كله معناها اكتئاب ووضعية خايبة شوي معناها، لكن تجاوزنا من بعد وكهو. مسألة إرادة ومسألة إنك تعمل ريديماراج لحياتك، هذيك اللي كانت النقطة اللي باش تخلق الفيصل في حياتك، انك تعمل ريديماراج لحياتك والا انك تحط حد لحياتك، يعني حاجة من الاثنين، يعني مهما كنت ضعيف ومهما ضعفت الحقيقة نفسي عزيزة ما نكذبش عليك، وما نرضاش من نقطة روحي ما نكذبش عليك، ما نصحش حتى حد يغم اي شخص معناها كسوسوا في قد يديه ولا سقيه ولا عينيه ولا وذنه، ما نصورش انه الحل باش انه نحط حد لحياته، او كونترير معناها. اما انا قلت لك جيت منها بين الزوز من الاختيارات هذيك، يا اما نحط حد لحياتي نرتاح معناها ونرتاح الناس الكل، والا نعمل الريديماراج نتاع حياتي، نعاود نقف على سقيه ونخدم الموتور نتاع حياتي ونور جديد معناها. اي ويترى فيها طريقه مزيانه برشا الحقيقه، بيان سور معناها علميا معناها كل شيء اسود قدامي، لكن صدقني برشا حواس اوتيتي منها ديفلوبي، كل شيء منها صار فما نمو في الحواس الاخرى، في لي روبير نتاع حياتي، في تنظيمي لوقتي، تنظيمي لكل شيء،
دونك كل شيء معناها بدلوا ويترى فيه منها بطريقه اخرى. سي فري مش نفس الطريقه اللي ترى بها انت ولا اي شخص اخر، لكن بطريقه يمكن يتقاسموني معاها معناها الليفه المكفوفين والمكفوفات في تونس، لكن طريقه انا عجبتني معناها توا من 6 سنين نحن على مشارف العام السادس توا بينتو 6 سنين فرحان بها الطريقه هذيا. في الدار اول حاجه عملناها ساعة انه عملنا اقلمنا الدار الكل معناها على الوضعيه نتاعي انا، بمعنى انه بار اكزومبل كان عندنا معناها كواتروات قراب معناها في لي كولوار الكل اما تنحاو الا طلعوا الفوق. بار اكزومبل في الكوجينه كل ما هو اله حاده في فوق باش تحط السكينه معناها يدها من الفوق تحط البلاستيك من الفوق والحديده من اللوطه. بار اكزومبل حك الفاح تفاصيل تحكونا بار اكزومبل حك الفاح عملناهم بالبغاي فهمتني. بار اكزومبل التليكوموند نتاع التلفزه امي بابا ولاو معناها يحطوا في بقعه اللي انا ما ننساهاش معناها حتى كي يستعملوا يرجعوا نفس البلاصه باش انا كي نمشي نلقاها. حوايجي كيف كيف معناها امي كي تغسلهم وتحددهم تقول لي سامي هاو لي بيول نتاعك اللون هكا وهوني وهذاك هوني وانت نظمهم كيما تحب. دونك انا نظمهم وحدي ويبداو معناها معروفين ومحطين بالضبط. دونك سي لاكسيسيبيليتي توتال في داهيه الحقيقه، ما فماش حتى اوبستاكل باش اني نتحرك منها بسهوله ولا اني نطيب ولا اني نعمل حاجه، لانه من والديا ايزون في منها اكسيسيبيليزي معناها لي كوان الكل اللي في الدار معناها. بالنسبه لقرايتي انا وقت اللي كان عمري 5 سنين من الطب قدروا انه في عمر معين منها باش نفقد البصر نتاعي. في الوقت هذاك منها امي بابا منها قعدوا منها يخموا شنو هي احسن وسيله منها باش نجم منها نتاقلم بها في يوم من الايام منها اذا كان لا قدر الله ونفقد البصر نتاعي. دونك في العمر هذاك قرروا باش انهم يحطوا نقرا في مدرسه معناها تعنى بالمكفوفين في تونس، وهكا ما صار من قريت 6 سنين في البير القصعه في المعهد نتاع المكفوفين غاديكا، وبعد كملت 7 سنين في سوسة في الإعدادية والثانوي نتاع المكفوفين في سوسة. بورتو أنا كنت منها نشوف منها كنت رام أنا بالكدا ومنها قادر باش إني منها نكون في مدرسة عادية كلتور مدرسة منها دامجة منها نحبش نقول كلمة عادية خاطر بارونتيز كبيرة هذايا. لكن نذكر منها في الفترة هذيك منها على مدى 13 سنة منها قريت مع المكفوفين انه كنت معناها نخزنهم بمنظار اخر معناها كانوا يسكنوا معايا وكنا نقراو مع بعضنا حتى في ريفيزيون مع بعضنا وكل شيء، وكنت دوري كان معناها مختلف شوي يمكن على برشا عباد اخرين لانه كنت نحاول نجيب معناها القصص اللي مش موجوده معناها بكتابة براي او غيره نحاول نجيبها معناها من دارنا ونقالها معناها بالكتيبه العاديه، وكان فما جرايد اللي يحب يقرا ديكشنير ولا اللي يحب عنده اي معلومه معناها بكتيبتكم انتوما نحاول اني نجيب معناها الكتاب المعين هذاك ونقرا لهم باش ما نحسسهمش في الفتره هذيك اللي هما معناها ناقصين حاجه في المطالعه كيفهم كيما الاطفال الاخرين معناها. هكا ما صار على مدى 13 سنه. بعد دخلت البكالوريا نتاعي معناها في جوان 2008 بكالوريا اداب، لانه ما كانتش عندنا منها اختيارات اخرى معناها هي المعلومه نعطيها لك ان المكفوفين ما عندهمش الحق كان في شعبه الاداب منها الشعب الاخرى كل منها مقصيين منها منها اليا معناها. اخترت باش نقرا في تونس سوسيولوجي اول عام اللي هو 2008 2009. بالفعل مشيت عملت عام علم اجتماع في ابن شرف، لكن في وسط العام ما حبيتش برشا الحقيقه السيونس هذيا معناها علم الاجتماع هذاك، علاش في اخر العام قررت باش اني نعاود نعمل اعاده توجيه وتوجهت لدراسه الحقوق.